بجليل كان في المالية وجاي بجي عمرو مركب في التران جاي ولحق جيت لاكار تلاقى مع صاحبه كيشد باغي يشد هذاك بتي طاكسي زرق ما كانوا عامرين قال لي مشي عليا الخدمة قال لي يلا للتران قال لي ما كركب لا فطرة ملا تران قال لي علاش وقال لي راح لا عاودت لك راه ضحك عليا ملي كيشوفوا بوليسي ركت نقول لي تبارك الله راه مات ملي كيشوفوني جالسه يسحبوني هذاك ومدار انا مضرور من رجلي حيت هو مضروب ماشي مضروب في لي فاغيز ومضروب هو ما كيبغيش يجلس عز عليه خدمته عز عليه خدمته عنده شي واحد ديال التخدير عيط عليه هذاك المدير قال لي شجد عطى تشجيع قلت ليه كان هو مخلوع قال لي راه المدير قلت لي تاع مخلوع كدير مع زو كندير مع الناس سولوا عليه المدينه سولوا عليه الطاكسيات كلهم جاو الحمد لله هبط مشى للتران قال لك جيت الدخله ديال السله باقي ما دخلوش حيطو التران اللي مشى قال لي التران راه كيتفافه التران اللي جاي قال لي موحش يوصل الناس اللي تما الناس اللي كي في التران الاخر قال لي هذاك ما يخرج خرج خرج ما هو كينزل عهنا ما غينزل عهنا ما وقفش تران ما وقفش تران قال لك واحد الحديدات قال واحد انا ما نعرفش حيدوا الكروات المهم دوك راه الكروات صحاح ما يحيدوا معاها اللي قاد عليهم حيدوهم ما مصاوبوهمش ديك الساعه اللي علموهم يصاوبوهم هو اش دار هو راه ما كانش في ديك البلاصه ديالها سميتو هو راه خرج من الباب اللي خرجوا منه الناس تنقضوا هو دخل بغى ينقض شي عيالات وشي رجال والكونترول كان معاهم اللي مات كان شعب جليل صاحبه نقز قال لي صاحبي نقز قال لي رجلي مريضه قال لي واحد يقول لي كيغوتو حرام عليك قال لي انا مولف قال لي مول هذه خدمتي قال لي واش انت اسعاف قال لي انا قال لي عين نقز وقولها سامح ليا عرف راسو غيموت هو 15 يوم وتيقول لي بكي تيصيفط لي داكشي ديال الواتساب اللي كتصيفطو اللي مديوم ولا داك كنزيد انا كنبكي انا دغيا كنبكي قال لي بكي ساليتي واش ما تحرقينيش ملي نكون خارج تنقول له درت زميت لي فمو هاك عاد كان تيرجع مع ولادو خارج داك النهار قلت لي عبد الجليل جيت تفطر انايا جيت الفطور كنوض بكري ها جيراني يقول له كنوض بكري نوض طيب لي فطور عمر عبد الجليل ما كلا في الزنقه عمر عبد الجليل ما فطر في الزنقه عمر عبد الجليل ما ياكل الكومير ناكلو انا وياكل ندير المخيمرات وياكل دايره ليه بحال البيبي بحال الدري الصغير راه خويا وكلشي وزماني وكلشي ولي عندي ولي عندي واخا الخوت واخا الخوت واني الراجل ربي اللي عالم به انا نقول لكم كيت انا كان بعض المرات يجي تعبان من الخدمه ونبغي نعصبو نقول له اضربني ومشي غضبان انا نجلس نرتاح تيقول يا والله ما نغضبك والله ما نطلقك والله ما انت اختي وكلشي انت في كلشي ها المسؤولين واقفين معاه الله يجزيهم بخير الاداره على كل شيء جاو خلاهم الاخص قاموا بكل شيء قالوا لي كوني هانيه كلهم وسيدنا الله يكثر خيره واخد شوي تفرهج لي وربي شاهد الوليد باقي عندي صغير والولد باقي عندي برا كيقرا والبنيه باقا في الباك والله اللي عنده كان عا هو ما كان عارف حتى حاجه وقلت لك هو اللي اعتق الناس راه الكونترول كون بقى عايش وراه هو يشهد هو اللي اعتق الناس وبالإمارة الخاتم راه شاريه كبير وضرب الجاجة باش تهرسات ومن اللي المرة اللي اعتقها كتقول ليه تلقز الحديدة طاحت عليه والكون هو الكونترول هو الكونترول هو الكونترول وقال لصاحبه قال لي أنا نعتق الناس أنا نعتق الناس هو في قاعدة سولها جيرانه يا كجارتنا هو جيرانه كلهم ما كيكون دابزة كيخرج كيدير كل شيء الحمد لله وعنده الشواهد ديال التقدير عنده كل شيء ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس